وحول هذا الشأن ينضم إلينا من الشمال السوري الدكتور أنور المشرف، مستشار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. أهلا بك دكتور أنور. مساء الخير لك والسادة المشاهدين، أهلا بكم. أهلا بك. إعلان الإدارة الذاتية للنفير العام لمدة 3 أيام، ما شكل هذا النفير ولماذا 3 أيام فقط؟ يعني هل يعني أن ذلك أن ساعة الصفر باتت قاب قوسين أو أدنى؟ نتحدث عن ساعات ربما. طبعا أنا الآن أكلمك من تل أبيض، يعني من صفوف جماهير شعبنا الشعب السوري بكافة مكوناته، السريان والآشوري والكردي والعربي، على بعد أمتار فقط من السياج الفاصل بيننا وبين تركيا. بالنسبة لنا في الإدارة الذاتية، أعلننا للنفير العام هو يأتي في خضم التطورات المتسارعة التي جرت بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من النقاط الشريط الحدودي. فهذا الأمر يعني يتطلب منا نحن كإدارة ذاتية وكقوات سوريا الديمقراطية أن نكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن سوريا في وجه هذا المحتل العثماني، زعيم التنظيم الدولي للإخوان المسلمين أردوغان ومطامعه التوسعية. نحن هنا في تل أبيض بين جماهير شعبنا الشعب السوري بكافة مكوناته، ولنقف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، لجانب قواتنا البطلة، لنعلن دعمنا وتأييدنا لها ووقوفنا يعني نحن بأجسادنا كدروع بشرية بوجه هذا المحتل الذي يريد احتلال جزء من أرضنا. نعم. طيب، مطالب قسد بفرض حظر جوي في المنطقة، باعتقادك هل سيستجيب التحالف الدولي لهذه المطالب؟ وإن استجاب كيف سيؤثر غياب سلاح الجو عن مجريات المعارك إن شنت؟ طبعا يعني بالنسبة للأمور العسكرية ويعني وسلاح الطيران، طبعا إنها يعني هو سلاح يعني قادر على تحويل موازين القوى، يعني السلاح الجوي. نحن طالبنا التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية وشركائنا بالتحالف بحظر الطيران إذا كانوا هم انسحبوا لكن من الشريط الحدودي، لكن نحن يعني إذا سمحوا لتركيا ب يعني استخدام المجال الجوي لسوريا فهناك ستكون آثار كارثية مدمرة. نحن لدينا معتقلين من داعش في هذه اللحظة في حال حصول عدوان، نحن كيف يعني قد تكون الأمور يعني تخرج عن سيطرتنا، قد يخرج هؤلاء المعتقلون وهؤلاء سيهددون العالم أجمع وليس سوريا وحدها، سيعود أثاره ودمار هذا التنظيم الإرهابي. وشاهدنا ليلة أمس ما حدث في الرقة مجرد نعم في هذه النقطة. أود أن أسألك دكتور أنور أيضا، فعلا يعني تنظيم داعش شن هجمات انتحارية وهذا يعني تطور خطير في هذا الوقت، من يتحمل مسؤولية ذلك؟ هل سحب قوات سوريا الديمقراطية لبعض من قواتها في من حراسة السجون، أم هناك جهات أخرى تتحمل مسؤولية ذلك؟ كافة الدول، نحن وجهنا نداءنا بهذا البيان لكافة الدول بما فيها روسيا الولايات المتحدة الأمريكية حتى السلطة السورية في دمشق لتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا العدوان وهذا الاحتلال. نحن الآن أمام غزو تركي يحاول اقتطاع جزء من أرضنا. لا يعني المقولة التركية أنها حافظ الأمن القومي التركي هي غير صحيحة. من نتواجد نحن هنا نتواجد عربا وكردا وآشوريين وسريان وتركمان وكافة المكونات، هو لا يستهدف مكونا من مكونات شعبنا، هو يستهدف الشعب السوري بأجمعه، ونحن نرفض هذا الأمر ونقف هنا بتل أبيض على بعد أمتار. نعم. لنعلن دعمنا لقوات سوريا الديمقراطية ولقسد، ونحن جاهزون على أهبة الاستعداد للوقوف في وجه هذا العدوان. أشكرك جزيل الشكر الدكتور أنور المشرف، مستشار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كنت معنا مباشرة من الشمال السوري.